اهلا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين، وحياكم الله في رسالتنا اليوميه للفعاليات والانشطه الرياضيه اللي تنظمها الهيئه العامه للرياضه قطاع الرياضه للجميع. اليوم متواجدين معاكم في نهائي الميني جول، تابعونا في هذه التغطيه. اختتمت بطولة الميني جول المقامة على صالة نادي اليرموك في منطقة مشرف بالمباريات النهائية، وحقق فريق أكاديمية فورزا لقب بطولة الهيئة العامة للرياضة للميني جول للأكاديميات مواليد 2006-2007 التي نظمها قطاع الرياضة للجميع بالتعاون مع لجنة الميني جول ضمن مهرجان صيفكم بارد، وجاءت أكاديمية سمارت مايند ثانيا وأكاديمية سوبر ثالثا، وتم تكريم الفائزين جميعا بكؤوس وميداليات مختلفة منها ذهبية وفضية وبرونزية. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم حسن علي الخواجة رئيس لجنة الميني جول الكويتية. لعبة الميني جول طبعا هي تحت مظلة اللجنة الأولمبية الكويتية. نشكركم تلفزيون الكويت بالذات قناة ثالثة على تغطيتكم الوافية لهذه البطولة، لهذا يومها الثالث واليوم الختام اليوم. بعد شوي راح نلعب المباراة النهائية اللي البطولة عطت شوية حماس لهذه اللعبة اللي هي كويتية المنشأ. تحتاج اللعبة ها ثلاث أشياء رئيسية: التركيز، الهدوء، اللياقة البدنية. كل ما صار فيها الثلاث عوامل الموجودة راح تفوز المباراة. حتى لو يعني قبل شوي كان في مباراة بين يعني فارق العمر شوي، فاز الصغار على الكبار، فهذا يدل كانوا هادين باللعب، مركزين ولياقتهم بدنية عالية. فإن شاء الله نتمنى نجاح المباراة النهائية. ونرد نقول نشكر الهيئة العامة للرياضة، قطاع الرياضة الجميع اللي هم في برنامج صيفكم بارد ما قصروا، عملوا عدة بطولات في عدة أنشطة بين كرة قدم صالات، شواطئ، ماي صابون، الخيل الفروسية، ما شاء الله ما خلوا مكان الرماية، فغطيتوا كل شيء. وإن شاء الله هذه اللعبة الكويتية الجديدة تقدرون تغطونها بشكل أكثر وأكبر، وإن شاء الله إحنا منتقلين من الخليج إلى الآسيوية إلى العالمية إن شاء الله. الفنيات جدا ممتازة، خصوصا لما انصلوا الفرق دور الثمانية إلى دور الأربعة، اللعب صار فيه تركيز أكثر، حماس أكثر، خذوا على اللعبة أكثر، عرفوا حق اللعبة أكثر، يعني فلعبة عن لعبة قاعد تزيد ثقافة اللاعبين حق هذه اللعبة اللي هي كويتية المنشأ. وأنا دائما أقول كويتية المنشأ أساس، يعني هذه فخر لنا أن احنا بالمستقبل إذا انتقلت اللعبة إلى العالمية إن شاء الله نخلي علم الكويت يرفرف بالعالم إن شاء الله. الفرق اللي وصلت طبعا هم في أسماء الفرق الحين ما في جولدن، في سبورت، في سمارت مايند، هم هذه الفرق اللي تأهلوا الحين قاعد يلعبون الحين دور الأربع إلى النهائي، فإن شاء الله ما نتمنى لهم إلا كل التوفيق حق المباراة النهائية. والله نتمنى يعني مثل ما تشكرنا الهيئة، نبي أن الهيئة تبدأ تسوي طول السنة نشاطات، مو بس فقط صيفكم بارد، نبي شتاتكم حار يعني نعكسها، نبي في كل موسم بالخريف الشتاء الصيف على الأقل تسوون نشاطات حق الأولاد اللي هم متشوقين حق بطولات ولعب، خصوصا بعد جائحة كورونا. السلام عليكم، يعطيكم العافية، وياكم أخوكم أحمد السدرة كابتن أكاديمية فولت، ومشاركين بهالبطولة بناء على رغبة الهيئة للشباب الرياضة، ويعطيهم العافية أن قدموا لنا هذه الدورة، وهي مفيدة حق بما أني أنا مدرب صالات، فهي مفيدة حق لاعبين الصالات واستفادوا منها اللاعبين، والحمد لله فزنا أول ثلاث مباريات
وان شاء الله باذن الله نكمل للنهائي باذن الله ان شاء الله. والله تنظيم جيد ويعطيهم العافيه، ما قصروا ويعني ما قصروا بكل شيء صراحه، يعطيهم الف عافيه ويعطيكم. والله هذه يعني البطولات هذه وايد مهمه حق الشباب، يعني احنا قبل طول عمرنا واحنا صغار نلعب نشارك بطولات واحنا صغار، وتحث حق الشباب احث الشباب يشاركون بهالبطوله. اقول لهم يعطيهم العافيه وما قصروا، واتمنى ان يكملون يشاركون يزيدون مشاركات بهالبطولات، وقواكم الله. مشكورين. بسم الله الرحمن الرحيم. ابنائي واخواني ايها الاحبه في الكويت، والأحبة المشاركين في نهائي بطولة الهيئة العامة للرياضة الأولى لرياضة الميني جول، حبيت من خلال الصوت أن أشارككم فرحتكم وأشارككم إنجازكم بالمشاركة في هذه البطولة، وأحفز وأشجع وأهني أكاديمية فورزا وأكاديمية سمارت مايند بوصولهما إلى المباراة النهائية في لعبة الميني جول الكويتية المنشأ والتي تسعى إلى العالمية، وسيكتب التاريخ بأنكم شاركتم في أولى خطواتها نحو هذه العالمية. حبيت بالمناسبة نشجعكم ونهنئكم ونتمنى لكم كل التوفيق في مباراة اليوم. بالمناسبة نوجه شكر للهيئة العامة للرياضة خاصة قطاع الرياضة للجميع لتنظيمها الناجح لهذه الفعالية. كما أريد أن أشكر المنظمين القائمين على هذه البطولة وبالأخص لجنة الميني جول التابعة للجنة الأولمبية الكويتية، وأخص بالشكر كذلك الأخ العزيز حسن الخواجة مؤسس هذه اللعبة والقائم على بعثها وترسيخها وتطويرها وقيادتها نحو العالمية. أنا حفيد الراجي، أفتخر بأنني سفير لهذه اللعبة من الكويت إلى العالم بإذن الله. حظ موفق للجميع وإلى الملتقى، شكرا جزيلا لكم. وصلنا معاكم أعزائي المشاهدين إلى ختام رسالتنا لهذا اليوم، ونشوفكم في رسالة قادمة، ومع السلامة.